589 درهم في لومبخان 13 ميجا بيكسل. اللي ما بغاش يدير تليفون الاخوان، السيربيه الوحيده اللي كاينه انه كاينين فقط 10 ديال القطع الاخوان، 10 هنا اللهم بارك. كاين هواوي 90% جديد، فيه بلاي ستور، 3 جيجا في الرام، 16 جيجا في ستوكاج، شبه جديد، بشحال؟ 589 درهم. شوف معايا التليفون كيفاش داير اللهم بارك. الهواوي البي 9 لايت هنا اللهم بارك. عشاق ديال الهواوي، ثمن الاخوان خيالي ديال بصح، كلشي يدير معنا التليفون، كميه قليله الاخوان، كاينين فقط 10 ديال القطع، 10 ديال الناس اللي غادي يستافدوا. شوف معايا اللهم بارك لافيشاج ديالو، شوف معايا السلاسه ديال الخدمه، عندك 3 جيجا في الرام، دايرين 650 لومبخانت هنايا اللور، يعني تليفون اخويا ب 589 درهم في لومبخان، 13 ميجا بيكسل، عندك الفلاش ديالك هنا هواوي. شوف معايا النقا اللهم بارك، 90% الاخوان جديد جديد جديد، هان هنا هواوي كما قلت لكم الاخوان، لومبخان 13 ميجا بيكسل، اللوغو ديال الهواوي، البينا فلايت غنيه على التعريف. ها هي شي حاجه الاخوان زويونه، الحجم ديالو متوسط يعني الشده فيه واعره الاخوان. بالنسبه للكونفيغوراسيون ديالو كما تشوف معايا هنايا، ها هو الهواوي البينا فلايت، الكيرين 650، 3 جيجا في الرام، 16 جيجا في ستوكاج، اللهم بارك الاخوان، يعني 589 درهم تاخذ تليفون بحال هذا بهذا المعالج بهذا الاداء اللي غيعطيك هذا الهواوي. هذا نزل الهواوي عارفين علاش كنهضر، شوار خطير يعني، تاخذ تليفون جديد ب 900 درهم ولا 800 درهم مابقاش فيه السوفتوير اللي كاين عندنا في البينا فلايت. الناس اللي ما عندهمش الاخوان، يعني الناس اللي على قد الحال وباغين تليفون يعني الخدمه، ولا اللي بغى يديروا كدوزيام تليفون، يعني ما كاينش شي تليفون حسن منه في هذا الثمن ديال 589 درهم، غير اللي ما بغاش يدير تليفون الاخوان. السلبيه الوحيده اللي كاينه انه كاينين فقط 10 ديال القطع الاخوان، 10 هنا اللهم بارك. البينا فلايت 589 درهم، ليفريزون الاخوان المغرب كامل، المحل راه كاين في الدار البيضاء في اناسي مشروع السلام جوج. بالنسبه للناس اللي كيتحاولوا يتصلوا بينا ورا التسعود الاخوان، ما كنقدروش نجاوبوا على لي زابيل ورا التسعود، الواتساب الاخوان فيه واحد شويه ديال الضغط، قريب غيكون حل هذا المشكل، كنوعدكم الاخوان. ما جاوبناكش في الواتساب حاول تعيط قبل التسعود ديال الليل، يعني من 10 ديال الصباح حتى التسعود الليل، راه الدراري كيجاوبوا على لي زابيل كاملين، واللي تعطلنا عليه الاخوان يعذرنا ويسامحنا. هذا ما كان الاخوان، تبارك الله عليكم.